السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مجددا لقناة شهوات أم زينة. نتمنى دائما دائما تكونوا بخير وعلى خير، والجداد في القناة كنقول مرحبا بكم، شرفتوا القناة. اليوم إن شاء الله الوصفة ديال الكب كيك. هاد الوصفة أنا حضرتها لعيد ميلاد ديال وليداتي، وهذه حلقة من الحلقات ديال سلسلة تحضيرات عيد الميلاد. اللي باقي ما اشتركش في القناة اشترك باش توصلوا جميع الحلقات إن شاء الله، وتشوفوا معايا عيد الميلاد من أول التحضيرات إلى غاية نهار الحفلة إن شاء الله. وليس امرا انضموا الى قناة شيوات ام زينة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، وكذلك ما تنسوش تخليوا تعليق اسفل الفيديو وبرتجوا الفيديو مع اصحابكم وحبابكم على مواقع. وبسم الله على بركة الله نبداو بالمكونات. هنايا عندي المكونات بالعبار، الكاس ديال العنبة او الكوب، وهذا الكاس هذا تالي بالنسبة عند الاكواب ديال المقاييس نفس العبار تمشي به. فهنايا عندي كوب ديال الدقيق معاه نفس العبار، نص كوب ديال شوكولات غبرة، وعندي هنايا كوب ديال السكر ونص كوب ديال الحليب، وعندي هنايا ثلث ديال الكاب او الربع فايت شويه ديال القهوه السريعه الذوبان او القهوه مطيبه اللي بغيتو تكون دافيه. وعندي هنايا نفس العبار عاوتاني ثلث ديال الكاس او الربع زيت شويه ديال زيت المائده، واحد البيضه، الخميره ديال الحلوى مغروفه صغيره وبيكربونات الصوديوم ربع مغروفه، وعندي قبيصه الملح. هنا غنعمل مكونات الجافه طريقه سهله. غنستعمل مكونات الجافه اللي هي الدقيق، شوكولاته غبره، الملاح، الخميره الكيميائيه، بيكربونات الصوديوم. غادي نغربلهم مع بعضيتهم، الا السكر لان الحبه ديالو غليطه فما غدوزليش ملغربل، حتى نغربل هادو باش ديك الكواور ديال الشوكولاته والدقيق ما يبقاوش. عاد كنزيد السكر بهذا الشكل هذا. غنخلط هذه المكونات مع بعضها. سمحوا لينا الفيديو تقطع لي، جاب لي الله كنصور ما تصورش. خلطت ديك المواد الناشفه من بعد زيت المكونات الاخرى اللي هي الحليب والقهوه والزيت والبيضه، فقط هادو المكونات اللي والحليب، هادو المكونات اللي كانوا عندي. المهم كنخلطوا النواشف ومن بعد كنزيدوا السوائل كامله مع بعضها ونخلطوا غير بالضرر اليدوي. مجرد ما تندمج صافي كنكونوا عندنا القوالب واجده، في نفس الوقت فرنش عندنا يسخن من الاول. وغادي نعمروا القوالب ديالنا بالخليط ديال الكب كيك. انا عندي هذه المغروفه ديال الكب كيك اللي كتمشي عبر واحد، ولكن تقدروا تستعملوا اي مغروفه. المهم كتعمروا هذوك القوالب اكثر من نص شويه، يعني كتعمروا الثلث ديال القالب بهذا الشكل هذا. هاد الكب كيك هادو كيجيو مزيونين وكيجيو معلكين ودغيا كيطيبوا. هنا غنعمروا القوالب كامله وغادي ندخلوها الفران ما بين 25 حتى نص ساعه. الفران يكون سخون على 180 درجه 25 دقيقه حتى 30 دقيقه كيكونوا واجدين، وتقدروا تستعملوهم. كيجيو رائعين وناجحين ان شاء الله يعجبكم. بيضه وحده كتعطينا ما يعادل واحد 12 حبه، 10 حتى 12 حبه، واذا كانوا لي ميني كاب كيك كتعطيكم اكثر. هنا بحال اللي كتشوفوا عطاوني شوف 12 حبه وبقاو لي هاد شويه، غادي نعملهم في هاد القوالب هادو. هاد القوالب كنت غنستعملو مع عيد ميلاد وفضلت خليه بالقوالب التقليديين، قلت احسن. غندخلهم الفران نخليهم تيطيبوا بحال اللي قلت لكم دغيا كيطيبوا. 25 حتى نص ساعه دقيقه حتى نص ساعه كيكونوا طايبين. هنا بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم حتى يبردوا شويه، خليهم في الموطع ديالهم حتى يبردوا. ها هو الشكل ديالهم، هنا ملي كيبردوا كنحيدوهم من القالب. شوف معايا الشكل ديالهم كيف كيجيو، كيجيو معلكين وكيجيو مزيونين. هاد الوصفه ان شاء الله غتعجبكم وغتنجح لكم. هنايا دائما لي كاب كيك متعدلوهم، عدلوا واحد السيرو ديال الماء والسكر وفاني اولا غير الماء والسكر، ودهنوا لهم الوجه ديالهم باش تضمنوا ان لي كاب كيك ديالكم حيت كتعرفوا كينشفوا من القشره ديالهم كتنشف، فمي كتعملوا هاد الطريقه كيبقاو لكم رطيبين. واخا تعدلوهم بحال انا هادو عدلتهم بثلاث ايام قبل، يومين قبل عيد الميلاد، ودهنتهم بهاد الطريقه وغطيتهم بالورق الطهي البلاستيك غذائي بالبلاستيك غذائي وخليتهم في الثلاجه وبقاو طريين لاني دهنتهم بهاد السيرو ديال الماء والسكر. ها هما الشكل ديالهم، غنوريكم هادو لان هادو عملتهم زايدين. شوفوا الشكل ديالهم من داخل كيفاش كيجي وكيطيبوا. شوف هاد القالب واخا طويل، شوف كيف كيطيبوا كيجيو رطيبين، وحتى الطعم ديالهم كيجي مزيون. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها حتى نتوما وتنجح معكم. غادي ندوزو دابا التزيين ديالهم. بحال اللي قلت لكم انا خليتهم في الثلاجه حتى نهار عيد الميلاد، عادك زينتو
بالنسبه للتزيين انا عندي هنا الكريمه ديال الزبده بالمرنغ السويسري، الوصفه ديالها عملتها معكم قبل وغادي ننزل لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. عندي هذوك لونتهم جوج الالوان، الغوز وزرق بارد، وهذه ضفت لها واحد 100 غرام ديال الشوكولات مذوب خليته برد شويه وضفتو عليها، اولا تقدروا تعملوا شوكولات غابره. بالنسبه للكريمه النكهات نتوما كتختاروا النكهات اللي بغيتوها. بالنسبه للتزيين الكب كيك دائما هادو اللي كنزينوا بهم، والديكور اللي كتبغيو كتستعملوه ليكم الاختيارات. غنبدا اول حاجه غنزوق انا هنايا لابوش، عملت فيها جوج الالوان باش نخدمهم حسب انا عندي بنيته والعويل، فكنعمل عملت لهم جوج الالوان، عملتهم بهذا الشكل هذا، خلطتهم بلا ما نعمل كل كاب كيك باللون، خلطتهم هيدا حتى هما كيجيو مزيونين وانتم ليكم الاختيار. زوقت هادو، نزوق هادو بالشوكلاط، وانتم الزوق هذا كيرجع لكم، كل واحد يزين كيف ما بغى. نخليكم مع فيديو التزيين.